طيب استاذ محمد، خليني اسال حضرتك عن مباراه امبارح، لانه امبارح الحقيقه كلام كتير جدا عن، ودايما مباريات الدور ال 32 بيبقى ليها طابع خاص، يعني ممكن تبقى كويس قوي، ممكن تبقى وحش، ممكن وجهه نظرك في مباراه امبارح ايه؟ يعني بشكل عام والرؤيه العامه اللي احنا شفنا بيها النادي الاهلي امبارح، يعني الاداء، يعني مش هو الاداء الاهلي اللي احنا كنا منتظرينه، مش هو المستوى، مش هو الفكر، مش مفيش اي تغيير عن اللي حصل. يعني احنا مفنشين الدوري بشكل غير مرضي بالنسبه للنادي الاهلي ولجمهوره، وشفنا مشهد الكابتن الخطيب مع اللعيبه، السوبر برضو اللي فقده النادي الاهلي. جاء هذا الماتش استمرار لسلسله الاول بغض النظر عن النتائج، يعني النتيجه حلوه كرقميه، ما تعمل نتيجه بره ايا كان، نتيجه بتتعادل 1-1 وكمان نتيجه ايجابيه، فده شيء جيد يعني. لكن العرض ما كانش مستوى النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيحمل دوري ابطال افريقيا دورتين على التوالي، حاجه عظيمه جدا، سوبر افريقيا اسمه بيهز اي حد وبيلعب اي حد في القاره الافريقيه، فمواجه فريق اصلا تقريبا مش مصنف على مستوى القاره الافريقيه، طبيعي جدا يبقى خايف منك، متخوف منك، في فرق قدرات كبير جدا، ما شفناش ده موجود في الملعب. شفنا ان الاهلي غير جاهز بدنيا، شفنا الاهلي غير جاهز فنيا، شفنا الاهلي كان بامكانه ان يخلص المباراه بدري لكن تراجع في ادائه في الشوط الثاني، لدرجه ان الفريق ضغط وسجل هدف، كان ممكن لا قدر الله انك ممكن تخرج بهجوم، لكن في النهايه خرجت بالتعادل. الاهلي عنده نواقص في اللعيبه بشكل كبير جدا، ما حدش يقدر ينكر ده، غير الصفقات الجديده كلها مش معاك، بيغيب عنك الشناوي، بيغيب عنك قفشه، بيغيب عنك عدد غير قليل جدا من حسين الشحات، عدد غير قليل جدا من اللعيبه، بتلعب في ظروف غير جيده، في اول مباراه في الموسم غير جاهز بدنيا برضو، كل ده بياخد في الاعتبار. لكن من وجهه نظري ليس هذا هو الفريق المرضي للنادي الاهلي، عندنا طموحاتنا كبيره جدا في النادي الاهلي، اعتقد ان المرحله اللي جايه هتشهد شكل افضل للفريق يعني.